جائز نتيجة دخول وخروج الناس. ملاحظة أخيرة بالنسبة لمعبد الأقصر، في المسلة اللي حضراتكم هتشوفوها أمام الصرح الأول لرمسيس الثاني، هي في أعلاها كما كان الحال في كل المسلات، في أعلاها منظر هرمي منحوت من نفس الحجر الجرانيتي اللي جاي من أسوان. زيارة المكان بصحبة فلان. يبقى نمرة واحد، عرفنا ان الجرانيت بيجي من أسوان في هذا المكان على بعد حوالي 225 كيلو من الأقصر. يبقى أنا بنحت الحجر من أسوان من المحاجر بتاعة الجرانيت، بحطه على مركب، المركب دي بتنقلي المسلة ديت إلى الأقصر في هذه المسافة الكبيرة جدا جدا والمتفردة، وخصوصا لما أنت تكون بتتكلم على فوق 150 ل 170 طن المسلة قطعة واحدة من الجرانيت. فإذا ليس فقط نحن هنا بقى لا نتكلم عن معبد أو نحت أو ألوان باقية أو تشييد لصرح أو نحت التمثال من الفن وكذا، ولكننا نتكلم بصفة خاصة عن عملية نقل لأحجار جدا كبيرة وضخمة، وفي نفس الوقت أحجار وزنها كبير، يعني وزنها ضخم. فبالتالي نجد أننا لا، ده احنا هنا بقى بنتكلم على وسيلة نقل معينة، تكتيك لاستخدام المراكب واستخدام وسائل النقل المائية في نهر النيل عشان اقدر انقل هذه المسلة من مكان الى اخر. وفي نفس الوقت بقول ان عندما تصل هذه المسلة الى مكان المعبد بيتم طبعا نقلها كمان نقلة تانية بقى عشان تخش جوه المعبد ذات نفسه من الميناء النيلي، ويبدأ المهندسين والعمال يعملوا على إقامتها وتشييدها. كل هذا وننظر إلى المسلة اليوم لنجد في أعلاها شكل هرمي مدبب يطلق عليه في الهيروغليفية بنبن، وهذا البنبن كان يغطى بشرائح وصفائح من الإلكترم أي الذهب الأبيض، وكان بيعمل انعكاس لأشعة الشمس. هذه الانعكاسات تبين أن هذه المسلة موجودة في هذا المكان وتنشر أشعة الشمس. طبعا هنا في رمزية أشعة الشمس والرب الشمسي الأسطوري الذي كان يعبد، وبالتالي هذه الطاقة وهذا النور اللي كان بيخرج من أعلى المسلة لكان هو الرمزية بعينها إلى انتشار الشمس بدفئها وبالطقس بتاعها في أجواء المكان. طبعا للأسف الشديد هذه الصفائح وهذه الشرائح من الإلكترم ومن الذهب الأبيض والذهب المخلوط بالفضة، كل هذه الشرائح طبعا أغلبها إن لم يكن كلها قد اختفى، وربما يكون قد سرق، وربما يكون قد سرق وبيع، وربما يكون قد سرق و تمت إزابته عن طريق الناس اللي سرقوه. ولكن على أي حال ليس لدينا الآن أي بنبن في مصر يحوط بالمنظر الهرمي اللي هو أعلى المسلة نفسها. معبد الأقصر في النهاية معبد من الممكن زيارته صباحا ومساء. صباحا لأن المنظر غاية في الجمال، وخصوصا في صباح مشرق من جو من يوم شتاء جميل في الأقصر، أو مساء لأنه بيتم إنارته بطريقة يعني جميلة جدا، وبالتالي تستطيع أن ترى المعبد من وجهتين، وجهة النهار ووجهة الظلال العميقة التي تعمق من هذه المناظر وهذه الهيروغليفيات. زيارة معبد الأقصر لهي زيارة هامة وتفتح الآفاق لعمق التاريخ المصري والمزج بين الحضارات المختلفة التي ذابت في بوتقة اسمها أرض الكنانة مصر.
بسام رضوان الشماع كاتب المصريات والمرشد السياحي. مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي اصبح اثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن رومان واليونان، هنزور مكان ومكان واحنا بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. إعداد وإخراج سعدية حسين.